تدبير الحكومة التي أعلنت منذ البداية إشرافها على هذه الانتخابات، ولكن في نفس الوقت اللي هي مشرفة كانت تبتز كل يوم بالتشكي وبذلك الطريقة المظلومية. نخشى أن يكون لهذا الابتزاز أثره، ولذلك احنا ما غنسبقوا شيء الأحداث، انتظروا تقارير مرشحين في مختلف الأقاليم. كذلك هذه نتائج أولية، وانتم تتعرفوا طبيعة الفرز في المغرب، انتخابات ديالنا باقي ما تتبان نتائجها حتى لغد ليه في الصباح الى حدود الساعة، راه الإعلام الرسمي ما عطى حتى الى حدود الساعة أي نتيجة، باقي الناس تتذكر. ولذلك هذه نتائج حنا بالنسبة لنا اللي كحزب منظم اللي قدرات القواعد ديالو والتنظيمات ديالو باش تبعثها لنا، وضعنا في المدن ماشي جيد، ولكن حنا تنتظروا خاصة المدن الكبرى، ووضعنا في المدن المتوسطة والصغرى من خلال بعض النتائج التي أعلنت تتأكد أننا موجودين. حافظنا دابا.